السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن. هنكمل النهارده موضوع الفلاتر. نتكلم النهارده على اخر حاجه اللي هي الجلوبال فلتر. ازاي اعمل فلتر اقدر اطبقه على اي شايلد عندي على الويب سايت بتاعي او الكلمه. هعمل الكلمه ازاي؟ موضوع بسيط جدا جدا. هتعلمنا ازاي نعمل فلتر في سكوب معين. احنا عملنا فلتر اهو في سكوب اللي هو بتاع الشو يوز، تمام؟ ناخد نفس الفلتر ده بنفس اسم نفس كل حاجه، تمام؟ واقوم رايح هنا في الملف الاندكس بتاعي واقول له هنا فيو. خلي بالكوا ان فيو ده اللي هو الكلمه دي ايا كانت الاسم اللي انت هتسميه ايه فهي دي اللي انت بتستدعيها، تمام؟ واقول له دوت فلتر. بعد كده اول حاجه بدخلها اسم الفلتر. احنا تعالى نقول اسم الفلتر اد دوت زي ما احنا كنا عاملين. بعد كده بقول له فانكشن بالشكل ده، وتعالى نحط الشغل بتاعنا زي ما هو بالظبط. ادي هتريتيرن الفاليو مع الكوم. طبعا هي لازم ندخل الفال والكوم بالشكل بس كده. تعالى نعمل بروسيفاي نتشيك هل تقدر شغاله ولا تقدر شغاله. ادي الاسم، ادي السن، ادي الجوب، ادي فعلا years old ايه، وادي علامة تعجب، وادي علامة تمام. طبعا انا ممكن استخدم نفس الفلتر بالظبط في الاد يوزر. تعال نجرب. تعال بس نقول له هنا في الاول، تعال نضيف مثلا هنا بي تي ان اختصار بروتون يعني. نقول هنا اد يوزر بالشكل ده، و هاجي هنا على الاد يوزر اقول له بوتون، واطبق على كلمه بوتون دي فلتر اللي هو اد دوت، واحط جنبيها بلس بحيث ان يظهر اد كلمه اد يوزر، تمام؟ وجنبيها بلس. طبعا كتجربه انت مش مضطر تعمل كده اصلا. طب المهم نعمل ريكومبايلنج بروزر فايل والفيو فايل. تعالى نرفرش هنا، المفروض نلاقي اد يوزر فعلا جنبيها بلس. يبقى انا كده طبقت الفلتر بتاعي على المكان اللي انا بضيف منه، وطبقت الفلتر بتاعي على المكان اللي انا بظهر فيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم. تمام. طيب ده كان بالنسبه لي الجلوبال فلترز ازاي اقدر اعمل فلتر. طبعا انا ممكن بكل بساطه اعمل ملف منفصل اصلا اسمه فلترز دوت جي اس، واقوم حاطط فيه الكود بتاع الفلتر ده هنا، واستدعي الملف ده عن طريق الريكواير بتاعي بتاع اللي هو بتاع البروزر فايل، تمام؟ بس الكلام ده لو انت شغال في بروجكت كبير قوي، تمام؟ لما احنا لحد كده احنا كده تمام، مش محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده، تمام؟ لو انت محتاج او عندك فلاتر كتير جدا، ممكن زي ما قلت لحضراتكم او قلت كده تاخد الفلاتر تحطها في ملفات منفصله، هيبقى افضل طبعا عشان يبقى الاستراكشر بتاعك افضل. نشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.